And now, bring out his opponent, fighting out of the blue corner, дамы и господа, поприветствуем из Кыргызстана Мунарбек Улусетибек. Ladies and gentlemen, and we're underway with bout number 20 here in your ASBC Asian Elite Men and Women's Boxing Championships. Bout number 20 is sanctioned for three-minute rounds in a men's featherweight 57kg matchup. Your five judges representing us tonight ringside are from the United Arab Emirates, Italy, Algeria, Iran, and Morocco. And finally, your sixth man in the ring representing Sri Lanka with referee Shashanta Wirasena. This is round number one. بدأت الجولة الأولى لوزن 57 تحت 57 كيلوغرام ما بين الهندي حسام عدن محمد ومن قرغستان سيتبيك مناربيك في الركن الأزرق. الملاكم الهندي حسام بالقرد الآصر ومناربيك بالقرد العادي. وبداية هادئة بين كلا الملاكمين. الاستكشاف استكشاف الخصم هو ميزة الجولة الأولى عادة، ومن ثم بعد مرور الدقيقة على الجولة الأولى يبدأ الملاكمان بالدخول في أجواء اللعب الحقيقي. لكمات مستقيمة من كلا الملاكمين. ما زالت في مرحلة جس النبض ومفاتيح اللكم، والآن بدأ الملاكم الهندي بتوجيه مجموعات لكمية. أيضا رد عليها مناربيك من قرغستان في الركن الأزرق. لكمات طائشة بين الملاكمين لا تصل إلى أهدافها بالغالب. ولكمة مستقيم يسار من الهندي حسام عدن محمد. إذن الجولة الأولى تقدم للملاكم الهندي في المستوى الهجومي، ولكن ما زال المستوى دون المطلوب بين كلا الملاكمين. لا يوجد هناك دقة في توجيه اللكمات، هناك لكمات طائشة كثيرة. وانتظار طويل الأمد بين كلا الملاكمين رغم الأفضلية للملاكم الهندي في هذه الجولة. ولكمة جميلة من مناربيك وانتهت الجولة الأولى، وبالفعل ذهبت إلى الهندي بنتيجة 4-1. إذن حسام عدن بيك عدن محمد من الهند في الركن الأحمر فاز بلقاط بأربع
بأصوات أربع قضاة في الجولة الأولى مقابل قاضي واحد من إيران أعطى النتيجة لمصلحة الملاكم منار بيك من قرغستان. دقيقة الاستراحة الآن وتوجيهات المدربين كيف سيكون هنالك التأثير في توجيهات المدربين على نتائج الجولة الثانية. إذن تقدم واضح للهندي حسام وأيضا دخول مباشر من الهندي حسام في اللكمات المستقيمة. الآن دخل في أجواء اللقاء وأصبح يوجه اللكمات السريعة والمباشرة ويعمد إلى أسلوب التقدم والتراجع في اللعب، دخول إلى منطقة الخصم وتوجيه لكمات ثم الانسحاب خارج منطقة اللكم ويتقن التحرك بالقدمين إلى الأمام وإلى الخلف والتحرك على الجانب وتوقيت اللكمة. مستوى جيد للآن للملاكم الهندي يدير المباراة بشكل ممتاز. ورغم مصلحة فارق الطول لمصلحة الملاكم من قرغستان إلى أن اللعب للملاكم الهندي يستمر في اللعب عن بعد وليس الاشتباك من قريب. ولكمات جميلة مستقيمة يمين يسار. إذن هنالك تفوق واضح للهندي حسام عدن بيك حسام عدن محمد في الجولة الثانية. ولكمات هوك جميلة. إذن يستمر الملاكم الهندي في فرض سيطرته على الجولة الثانية من خلال مجموعة لكمات مستقيمة ولكمات جانبية وأيضا الآن لكمة هوك من القرغستاني سيت بيك. إذن مباراة هادئة واقتناص للنقاط بطريقة سلسة. تنبيه من حكم اللقاء بعدم المسك ولكمة يسارية للجسم من الهندي حسام. إذن حسام ما زال يفرض سيطرته على الجولتين الأولى والثانية وتحركات بطيئة لملاكم قرغستان منار بيك. تأني قبل الدخول في مجموعات لكمية والملاكم الهندي يحاول الاستفادة من عامل الوقت لمصلحته وهو متفوق ومتقدم الآن ومقنع للقضاء بهذه النتيجة. ولكمات جميلة. إذا انتهت الجولة الأولى مع لكمة قوية إلى وجه حسام من منار بيك. إذا بنفس النتيجة 4-1 أيضا فاز الملاكم محمد حسام عدن محمد من الهند في الركن الأحمر نتيجة 3-2. إذن 4-1 في الجولة الأولى و3-2 في الجولة الثانية. الحكمان العربيان من الجزائر ومن المغرب منحوا الفوز إلى منار بيك من قرغستان في حين القضاء من الإمارات ومن إيطاليا ومن إيران منحوا الفوز للملاكم الهندي حسام عدن بيك. إذن الجولة الثالثة والأخيرة رغم التفوق الواضح للملاكم الهندي إلا أن نقاط المباراة ما زالت متقاربة رغم التقدم والتفوق للملاكم الهندي أيضا في النقاط، ولكن
الجولة الثالثة ستكون حاسمة، وهو ما يدفع الملاكم الهندي الآن إلى الضغط بشكل أفضل لإقناع القضاة، حيث أن الجولة الثانية لم تأتي كما أرادها الملاكم الهندي رغم تفوقه وتقدمه فيها. ولكمات جميلة. إذن أيضا منار بك الآن كشف عن وجهه الحقيقي في هذه الجولة، وبدأ يغير من أسلوب اللكم ويعمد إلى توجيه لكمات كثيرة ومباشرة. وعملية اقتناص لوجه الملاكم الهندي تمت بنجاح من الملاكم القرقستاني في الركن الأزرق منار بك. تحركات جميلة لحسام من الهند في الركن الأحمر، ولكن هنا تقدم ملحوظ في مستوى الملاكم القرقستاني منار بيك، تحرك بشكل أفضل من الجولتين الأولى والثانية. ولكمات إلى الوجه من كلا الملاكمين، هنالك تطور وتقدم في مستوى كلا الملاكمين في الجولة الثالثة. ولكمة هوك جميلة من حسام محمد من الهند في الركن الأحمر، خطافية باليد اليسرى ولكمتين، ولكن هنالك تنبيه من حكم اللقاء. إذن تعطيل من منار بيك، تعطيل على اللاعب الهندي. ولكمة جميلة إشراوية. إذن حسام محمد يكثف من هجماته في الجولة الثالثة والأخيرة للخروج منتصرا من هذه المباراة التي تجمع مع الملاكم من قرقستان منار بيك. وقاربت المباراة على نهايتها، تقدم واضح وملحوظ للهندي حسام محمد في الركن الأحمر، والنتيجة تكون and gentlemen, bout number 20 comes to a close in your prelim session number 3 after completing 3 3-minute rounds in a men's featherweight 57 kg matchup. We go to the scorecards, which your judges having ruled in favor of your winner by points declared by split decision. To the red corner, Hamare Pyar Hindustan se, it's Hossam Mohammed. إذن فاز الملاكم الهندي